FM. الكلمة ليك. ما عادش عنا الشوا يا نبيل ويا توانسة، راهو الحاضر متاعنا، وكان نحبوا نطوروا أنفسنا رانا لازم نمشيو لكل ما هو التكنولوجيا وكل ما هو اقتصاد رقمي. راهو في الاقتصاد الرقمي اليوم اللي قاعد صاير ثورة بأدمع الكلمة، ستون ريفوليوشن نوميريك، قاعدين نشهدوا فيه ثورة رقمية. كيما قبل كانوا فما ثورات صناعية وفلتناهم، فهمت؟ نحن توا ما عندناش الحق باش نضيعوا الفاغونة نتاع الترينو نتاع الثورة الرقمية. دونك الثورة الرقمية هذه لا ريفولوسيون نوميريك، والنوميريك في تونس ليكونومي نوميريك تنجم تجيب لنا من زوج ثلاثة نقاط نمو، معناتها تنجم تربحنا في نقاط نمو، معناتها بعجالة على المستوى القصير والمتوسط. كان نعرفوا كيفاش نخدموا النمو باش نخلي على المستوى الطويل. معناتها اليوم الاقتصاد الرقمي لازم معناتها انفستيسمون ماسيف فيه، لازم ليل ونهار، لازم ما تركاش، لازم يكون محور اساسي حتى في الكوميونيكاسيون نتاع رئيس الحكومه. لازم يكون محور اساسي في نحن ديما نلومو ونقولوا تونس ما عندناش فيزيون، تو نلومو ساعه على سيد رئيس الجمهوريه ولا سيد رئيس الحكومه ونقولوا فونيت با اون تران دو كومونيكي سور اون فيزيون، تصور نتاع تونس، تونس كيفاش باش تكون عام 2025، تونس كيفاش تكون عام 2030، فين تحب توصل بتونس؟ معناتها هذه لا فيزيون اللي نحبوها. أنا, انا 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 مثلا نحب نسمع مره رئيس الحكومه نتاع تونس يقول لي نحب مثلا عام 2020 ولا عام 2025 تونس تولي كيما سنغافورة. يا خويا خلينا نحلموا، قل لي هكا يا اخي سنغافورة شنو في بالك؟ سنغافورة مساحة نتاعها قد مساحة جزيرة جربة. في بالك سنغافورة تعمل في قرابة 6 مرات البي بي نتاع تونس، معناتها قرابة 300 و350 مليار دولار، معناتها ناتج محلي خام من 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 اكثر الاقتصادات الناجعة في العالم. معناتها شنية في بالك سنغافورة ما عندها حتى موارد طبيعية، بالعكس لا ناتوري وستيل في سنغافورة، عندهم تسوناميات وعندهم زلازل وعندهم المشاكل كلهم الطبيعية، ولا عندهم لا بترول لا غاز. وسنغافورة هذية معناتها اليوم رؤوس الأموال اليوم الفاعلين الاقتصاديين العالميين مش متوجهين يتعاركوا على سنغافورة. كيفاش وصلت سنغافورة للوضعية هذية وقت اللي هي في السبعينات تونس كانت متطورة على سنغافورة؟ كيفاش وصلت؟ وصلت بالحكم الرشيدة، وصلت معناتها بالنظام بتطبيق القانون، وصلت معناتها بالشفافية، وصلت ببلاتفورم فينانسير متطورة، وصلت بالسيرفيس تكنولوجيك، وصلت بكاليتي السيرفيس كي تمشي بانك ولا تعمل ترانسفير الغادي وتعمل معاملة أمورك هانية 100%، فهمت؟ معناتها أمور نحن نجمو نتوصلوا لها. الكلمة ليك.